للمزيد حول انتهاكات الحكومة المستمرة لليوم الخامس على التوالي ضد الأهالي في قضاء الطرمية شمالية بغداد، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عمر الفرحان. سيد عمر، بداية أهلا بك. أصدرتم بيانا حول قضاء الطرمية شمالية بغداد، بداية كيف هي الأوضاع في الطرمية اليوم الخامس من الحملة الأمنية التي تشنها القوات الحكومية على القضاء؟ كيف هي الأحوال هناك؟ تحية لك وللمشاهدين الكرام. تفاجأ اليوم أهالي طارمية بوجود انتشار قوي للجيش والميليشيات في مقاطع طارمية، وقد فرضت حظر الاتجوال وإجبار الأهالي بالرجوع إلى بيوتهم وعدم الخروج منهم إلا بعد انتهاء هذه العمليات. وحقيقة لا نعرف هل كانت هناك عمليات اعتقال أم لا، ولكن ما وصلنا أن هذه القوات فرضت حظر الاتجوال في هذه المناطق منذ صباح اليوم، وانتهى قبل قليل بحسب ما ورد إلينا من هناك من منطقة الطارمية. وهذه الإجراءات رغم تعهد الكاظمي بفتح الممرات الإنسانية وفتح الطرق وإعادة الحياة إلى طبيعتها، إلى أن أهالي طارمية يقولون يعني منذ الزيارة أو منذ بدء العمليات وإلى اليوم ليس هناك أي عودة طبيعية لهذه الحياة، وما زالت القوات الحكومية والميليشيات تفرض ضغطا أمنيا لا سيما على الذين يخرجون أو يدخلون إلى هذه المناطق، ولا سيما الحالات الإنسانية أيضا هي قيد الحظر ولا يسمح لها بالخروج أو الدخول إلى هذه المناطق. سيد عمر، ذكرتم أن القوات الأمنية لا تزال تحاصر القضاء حتى اللحظة، بعد زيارة الكاظمي للقضاء ألم تتغير الأوضاع هناك؟ لم تتغير ولم تتغير إلى هذه اللحظة، وذكرت قبل قليل أن الحظر التجوال قد فتح قبل قليل، وقد يعني عادت الأمور شبه طبيعية إلى الأهالي في داخل الطارمية، ولكن بعض السيطرات الخارجية التي تحيط بقضاء الطارمية لا زالت مغلقة بأمام الحركة وأمام المواطنين من أهالي الطارمية. هناك الكثير من الانتهاكات يجب أن تكون يعني ترافق هذه العمليات العسكرية، وهو معلوم لدى الجميع أن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان يفرض على هذه القوات تسيير أو معية القانون الداخلي والعام والدولي العام مع هذه العمليات، حيث يسمح للمرضى والذين يعانون من أمراض مزمنة والذين لديهم يعني التزامات صحية بالدخول والخروج، وعدم فرض طوق أمني خانق يمنع الدخول المواد الصحية والطبية وأيضا المواد الغذائية لهذه. فهذه إذا ما تكررت واستعملت بقوة فإن هذا يعد عقاب جماعي ويسأل عنه القائد العام للقوات المسلحة، لأن هناك يعني عقاب جماعي ولا يسمح به القانون الدولي في هذه الحالة. نعم. طيب، وفق تقديركم سيد عمر، باعتقادكم يعني هل يمكن التعويل على الكاظمي لتغيير الوضع، أم أن الرجل لا يملك تغيير الوضع حتى وهو القائد العام للقوات؟ يعني المؤشرات تدل على أن هناك يعني إرادة من قبله، ولكن الدولة العميقة التي تحيط به لا تسمح له بالتحرك، وإن كانت هناك تحركات فهي تحركات خجولة. وكاظم كغيره من الحكومات لا يستطيع تغيير الواقع في ليلة وضحاها ولا حتى في المستقبل القريب، وأنه سيتعارض مع الكثير من السياسات التي وضعتها إيران ووضعتها الولايات المتحدة الأمريكية. وإن كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد حلحلة للوضع الآن في العراق، ولكن السياسة الإيرانية هي سياسة يعني فرضت نفسها بالقوة على هذه المناطق، ولا يمكن للكاظمي ولا غيره من التحرك في حلحلة الوضع، وبالتالي أن الانتهاكات ستكون على قدم وساق، سواء كانت من قبل القوات الحكومية التي تدفع للكاظمي أو من الميليشيات الولائية التي تدفع لإيران. طيب، في تصريحات نقلت عنها النائب رعد الدهلكي يحذر من عمليات تهجير وتحريض ضد الأهالي في قضاء الطرمية، باعتقادك سيد عمر، هل هذا الهدف حاضر في الحملة الأمنية على القضاء الجارية الآن؟
نعم، من خلال الحملات ومن خلال الأعمال التعسفية التي تقوم بها هذه القوات الحكومية، ومن خلال تخوف الأهالي الذي طرح إلينا، والذي ناشدت الأهالي المركز بأن هناك عمليات تهجير ومن تخوف من جرف صخر ثاني. هذا بالتأكيد يعني ينم عن الأفعال والانتهاكات التي تقوم بها القوات الحكومية والميليشيات في هذه المناطق بحجة فرض القانون ومكافحة الإرهاب، ولكن على المجتمع الدولي أن يترقب ويتدخل بقوة من أجل إيقاف هذه الحملات والدعايات المغرضة والطائفية تجاه هذه الطارمية وغيرها من المناطق التي تحيط بحزام بغداد، حيث لا تزال هذه القوات الحكومية والميليشيات بالتهجير القسري منذ عام 2003 وإلى اليوم تجاه هذه المناطق، رغم التحذيرات والمناشدات التي نطلقها هنا وهناك، ولكن إلى الآن لا توجد أي ردة فعل دولية تجاه ما يجري في هذه المناطق. من عمان كنت معنا عبر الهاتف مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب السيد عمر الفرحان، شكرا جزيلا لك.